اللي حصل تمام. يوم السبت ايه بقى؟ اللي حصل يوم السبت انه انا كنت مسافره اصور اغنيه ليا، انا عملت اغنيه ومسافره اصور كليب. عارف هو ان انا مسافره اصور اغنيه، تمام، في سفر الوقت بره مصر يعني؟ انا كنت مسافره بره مصر بصور اغنيه، وهو عارف اني انا مسافره اصور اغنيه، تمام. وهو طلب الولد في الوقت اللي انا ما كنتش موجوده فيه، واهلي عادي ادوهوله بحسن نيه لانه هو في الوقت ما بيطلب الولد بياخده عادي جدا. اخد الولد، جه بعد كده ابتدى يبعت لي تهديدات على الفيسبوك على الواتساب، ومعايا التهديدات دي موجوده وانا ارفقتها بالمحضر وبالتحقيق في النيابه. مسجات على الواتساب وفويس نوتس، وانا هخلي حياه الجحيم، وانا مش عارف كلام بقى، تهديدات كتيره. اول ما نزلت مصر كلمت واحد صاحبه، هو بيبقى نقطه الوصل ما بيننا، وكلمته قلت له خليه يجيب الولد. فقال لي طيب انا هكلمه وهرجع اكلمك تاني. كلمه قال لي خلاص، هو في كافيه دايما هو بيروح يقعد فيه على طول، قال لي خلاص تعليله على الكافيه بالليل، اللي هو يوم السبت، تعليله وهو الولد هيكون معاه بالليل. رحت فعلا الكافيه، كان والدتي كانت في العربيه، ركنت عربيتي جنب الكافيه ونزلت لوحدي علشان اروح اشوف الولد واخده. لقيته هو كان واقف بره قدام الكافيه بيتكلم في التليفون وما كانش معايا الولد. فقلت له فين الولد؟ قال لي الولد مش معايا. قلت له يعني ايه الولد مش معاك؟ انا المفروض ان احنا متفقين مع صاحبك، انا متفقه مع صاحبك وصاحبك مبلغك. قال لي لا، ما حصلش الكلام ده. قلت له طيب لما تجيب الولد هاتهولي على البيت. واخدت بعضي ومشيت، ركبت العربيه بتاعتي. جه ورايا قال لي انزلي من العربيه. قلت له مش هنزل، انا اللي بيني وما بينك هو الولد بس، مش هتكلم في اي حاجه غير ان الولد يكون معاك تجيبه لي. فراح قايل لي لما اقول لك تنزلي يبقى تنزلي بدل ما سايكب عليكي. فوالدتي بصيت له كده، انت هتعمل لنا ايه يعني؟ فطبعا راح باصص لامي وشتمها شتيمه من اقذر الشتايم. راح ايه، رحت قلت له انت بتشتم امي، وزعقت فيه جامد. اوكي، وانا كمان يعني لما لقيته شتم امي انا كمان شتمته. ففتح باب العربيه، مسك في هدومي وضربني. امي جريت عشان تحوشه، مسك امي وراح ضاربها، امي وقعت على الارض. جيت امسك احوش امي، راح ضاربني على وشي. ده قدام الكافيه؟ جنب الكافيه كده. وبعدين طبعا الناس اتلمت، يعني مش قدام الكافيه تحديدا، جنبه على طول، بس الناس كلها اللي قدام الكافيه او اللي عند الكافيه شايفانا طبعا الخناقه. واحنا عمال بقى ماسك فيا وضرب فيا وضرب في امي، مناخيري دي كلها دم، لان الموضوع مش الم، الموضوع بوكس، بوكس على وشي، اغمى عليا، الناس اتلمت، وهو طبعا عمال يشتم وضرب في امي وضرب فيا. مفيش اي حاجه تخليك ان انت تضرب واحده ست كبيره في مقام امك، او تضرب واحده ست اللي هي المفروض لحد دلوقتي ام ابنك باي حال من الاحوال وايا كانت المشاكل. تمام، اغمى عليا، ما حسيتش بنفسي غير وانا قدام الكافيه والناس كلها اتلمت عليا. مع العلم انا عايزه اضيف نقطه، ان الناس كلها كانت شايفانا واحنا بنتضرب. طبعا ما كانش في اي حد بيحاول يحوش او يعني يعمل اي حاجه، ما فيش. انا نفسي يا استاذ عمرو ما كنت يعني مش مصدقه الموقف اللي انا محطوطه فيه، انا وامي بنتضرب. طب عملتي بلاغ؟ طبعا عملت بلاغ. ومطلبتيش حد يشهد معاكي من الناس ولا حاجه؟ اولا الفكره مش فكره حد يشهد، الفكره ان دي واقع حدثت انا والناس اللي كانت شايفه. وانا بطالب كمان ان الكاميرات بتاعه الكافيه، عايز اسال فيه، انا بطالب الكاميرات بتاعه الكافيه ان هي تتفرغ ويتشاف وهيتعال الحقيقه، لان هو برضو قال ده ما حصلش. بالظبط.